السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإيش نخدمكم؟ والله يا أختي بس معنا الأخ فهمي مع أرضية. نشتي نفسر إذا بإمكانيات تمولوا لنا إن إحنا نعمر الأرضية حكا. أهلا وسهلا. أهلا المدير. حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ. حياك الله. مدير والله. حياك الله. بس يا لازم شوي المخطط. المخططات أيوه. عفوا يا أستاذ معنا الأخ فهمي مع أرضية. نشتي نفسر إمكانيات إن أنتم تمولوها على أساس تبنوها. وصلت إلى العنوان الصحيح. الله. هذا عمل مكتبنا. يا سلام. لو سمحتي استمارة. أيوة. تفضل يا عمي. تفضل هذا الاستمارة. اقرأ الشروط بعناية. إذا كانت تناسبك عبئ الاستمارة وإحنا جاهزين. تفضل. يا سلام. اسمع. شو ما مكتوب مكتبة تمويل العقاري التولي استمارة بيانات الاسم العنوان نوع البناء المطلوب على الطوابق عنوان الأرض مساحة الأرض. أقول لك اقرأ بعناية. أوفر عليك الوقت. يعني هذا الاستمارة بس من فيها. أوفر عليك الوقت. مكتبنا متميز بالخبراء الدوليين خبراء المتخصصين متخصصين في مجال الدراسات والابحاث والاستثمار وقع العقد واحنا نبدا بالمشروع ان شاء الله يعني نوقع العقد وتنفذ الشروط اللي في العقد يعني يا استاذ الفلوس تبقى عندكم وهو يعرف كل شيء جاهز هذا عمل مكتبنا الله يعني بس انا اوقع العقد دي بس الاستماره واستلم القرض مع الالتزام بكل البنود وإعطائنا الضمانات الكافية وبصيرة الأرض الملكية اقرأ عبي على الاستمارة تمام حاضر احنا جاهزين بس الأخ يشتي كل شيء جاهز أيوة هذا عملها يعرف كل شيء جاهز الله يبارك بس أنا مالي ما دخلي أنا ولا الخبراء والأبحاث والاستثمارات وأنا مالي ولا هذا الخبر أنا أشتي عمارة، أشتي دقاقين، محلات، أشتي أنا أبني، أشتي أعمل أيوة كلامك صح، هذا عمل مكتبنا نعمل الدراسات والأبحاث ونقوم بالبناء وتستلم كل شيء جاهز أنا المفتاح يعني أستلم المفتاح وتحديد المبلغ على من؟ هذا يخاضع للدراسة على بركة الله، على بركة الله يا أخي ممكن نحدد إحنا مبلغ مبدئي ما فيش مشكلة يعني لو قلنا 5 مليون 10 مليون 15 30 30 مليون يعني نبدأ بها وبعدين موافقين مبدئيا موافقين ألف ألف مبروك 30 دحين يا أستاذ الأوراق خذ الاستمارة معك نعطيها جيب لي ملف متكامل حاضر ودي لك اوراق الملكيه ودي لك البصيره ودي لك العتاد حق سادس ودي لك الرقم الجلوس خلاص خلاص والمكتب مكتبكم شكرا شكرا يا اخي يلا مع السلامه خلاص الله يبارك فيك 30 مليون ان شاء الله عفوا ايه تي الملف معك البيانات كلها داخل الملف الايه تي ورقة الملكية اهم شيء هي الاصل هي الاصل ايه طلبت Okay, what to say about this land? Yes, it's a very good location for this land. I think that. All right, but look around for this way. Four directions is very good for this land. I think that, and it has a very view between large mountains. كل الأرضية هذا حكي من زمان وريد من جدتي لجدتي لجلابي لي أنا وصلفنا عندك وبعد الأرض كلها شو عليه هذا المجابر وريث المشي وريثه وبصير لك هالبقعة هي سابر ولا مشي سابر كيف حدود كلها هنحاول شوف أنت وتوصي أبغى بس
Yes, yes. I'm very designed for this land. Mm-hmm. Yes, I think that. Yeah. Yes. Okay. Look, this, I think from here, this way, in the street. Yeah, yeah, I think that, I think that. Yeah. Two street? Two street, yeah. 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 From here and from here, yeah. Yeah. This direction and this direction? Yeah, yeah. I'm not sure. اشياء هنا تقع عماره عماره I can't understand you يا اخي ما افهمك حاكيني انا خلاص كنت بقول له هنا كل حاجه I can't understand you what did you say خلاص اشترها هذا المحطة طلبي عندنا وانا جبت انا شحن كل شيء بس بين علم شو yeah it's very good مش مقتنع مش راضي بهذا ارى عند الله وعندك الله دراسه وش يعمل بيقول ترى تعال شوف الارضيه باقي ذاك الارضيه كبيره yeah yeah لا مش اسمه والأرض هذا كلها قادر شوف هذا من هنا لا كنت شرحت له كل شيء هنا بس مش مقتنع ما توصي yeah yeah is it nice or no it's very nice yeah very nice لا yeah ما في ما 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 مش مقتنع مش عاجب I can't understand you What did you say؟ أنا عند الله لازم ندرس من صف أول ندرس من صف أول شوف حتى المعز فيها والغنم فيها دهوى الأرض دهوى الأرض حكي جو نبسر الأرض يا ابنها عن جد فهمي الو هلا استاذ فهمي ايوه طيب الان مسافه الطريق وانا عندك الان ثواني الله يبارك فيك شكرا والف شكر يلا مع السلامه من هذا اللي اتصلك هذا الشركه ما له القرض مالك فارح العماره المفتاح عند سلمه هاي اخطا بسرعه المفتاح السلام عليكم السلام ألف 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 مبروك يا أسف فهمي ألف مبروك على إيش ألف مبروك على إيش كل شيء أصبح جاهز جاهز كل شيء أصبح جاهز بهذا السرعة أكيد أنا قلت لك مكتبنا متميز خبراء أجانب أكيد ألف ألف مبروك الله يبارك أيوه باقي حاجة واحدة أيوه باقي المفتاح أي مفتاح مفتاح العمارة 30 مليون وتشتي عمارة كان ما قلت أشتي سفارة يلا كفت قيمة مخططات ودراسات وتصاميم وأبحاث وهذا الفواتير التفصيلية حسب العقد المبرم ألف مبروك الله يبارك ألف يلا مبروك. يعني ما كفت الثلاثين يلا كفت أوما ما هو أنا حتسي الثلاثين ما كفتش يلا كفت المخططات والدراسات شلوها شلوا لا تشلوني ولا تطرحوني يلا فهمي ليش ما تداوم؟ أداوم؟ فلا أحب الدوام أمه؟ أنا يا بنت الناس في هم وفي غم نساني الدوام ونساني اسمي داومي سيري داومي
سيري داومي. ليش ما تداوم؟ أنا في حالي عندي عندي. فهمي؟ تعال هنا تعال. أنت دائما هكذا مستهتر بالدوام ليش؟ أنا مستهتر بالدوام يا مدير. أيوة. مالك؟ إيش في؟ يا مدير أنا في كارثة حلت فوق رأسي خليها على الله. خير إن شاء الله. إيش في يا ابني؟ إيش في؟ يا مدير أنا أصلاً يا مدير استلمت أو استلفت قرض. التولي قرض علشان العمالة أبني ورهنت الأرضية وبعدين يا مدير مكنوني خبراء لجان صرفوها أنا وصرفوها أنا وقرحت الأرض وقرح الكل وقرحت بوش. افتهب لي والله أنهم ضعفوا عليك يا أهبل. والله يا مدير كلنا هبلة. ها؟ إيش تقول؟ إذا مؤسستنا يا مدير ما أخذتش قرض لإنشاء مركز المعلومات. أيوة صح وصرفت. صرفت على خبراء وسيارات ودراسات وندوات وحفلات ودورات وسفريات ودخلات ودخلات وخرجات والقرض حكي قرح في لف وبرمات وقرحت الأرضية في حركات هت يا بيهات. قلنا لك كلنا هبلاء. عقلك وشوف العقل زينة كانت معاني الحروف العقل زينة فكر بعقلك وشوف العقل زينة كانت معاني الحروف العقل زينة العقل زينة العقل زينة العقل زينة العقل زينة.